أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، عدت لكم من جديد دائما في نفس الموضوع عن الراحل سوشان سينغ راجبوت. عرفت هذه القضية العديد من التطورات، وقبل البدء في التفاصيل لا تنسوا دعمكم لي بالاشتراك ولايك وتفعيل الجرس لكي يصلكم كل ما هو جديد. رياض شاكرابورتي عند استجوابها اليوم قالت: أنا لم أستهلك المخدرات أبدا، والمخدرات التي اشتريتها كانت من أجل سوشانت، هو من طلبها مني. أنا حقا أشرب الكحول وأدخن السجائر، لكن لم أتناول المخدرات أبدا. ولي أيضا ترفع شكوى ضد بريانكا شقيقة سوشانت سينغ راجبوت في شرطة مومباي، لأنها أرسلت وصفة طبية زائفة لسوشانت. ومحامي عائلة سوشانت قال: لا يمكن لشرطة مومباي قبول هذه الشكوى، لأن المحكمة العليا ذكرت لهم بوضوح يجب نقل جميع القضية والشكاوي المخصصة بها للسي بي آي، وإذ قبلتها شرطة مومباي سيكون هذا انتهاكا للمحكمة العليا. وعلى ما يبدو أيضا أن كل من رجال شرطة مومباي وأطباء مستشفى كوبر يلعبون لعبة اللوم والخلاف بشأن دخول ريا للمشرحة بعد وفاة سوشانت سينغ راجبوت. وسيتم استدعاء ريا غدا أيضا للتحقيق من قبل المكتب الوطني لمحاربة المخدرات. وقال صديق سوشانت سينغ راجبوت والشاهد الرئيسي للسي بي آي أنه قام فريق ريا بتخدير سوشانت: هؤلاء الناس بحاجة للمحاكمة، لقد قاموا بإعطاء سوشانت الأدوية الثقيلة. وسيقوم فريق الطب الشرعي بإجراء فحص للأحشاء، لأنه هناك احتمال استخدام السم البطيء بعد استبعادهم لأمر الانتحار، وستظهر النتائج لمدة 10 أيام. وأيضا سيتم تحليل مضادات الاكتئاب الذي أخذها سوشانت. ومن المفروض يا سادة أنهم يأخذون أحشاءه ويحتفظون بها قبل حرق الجثة، ومستشفى كوبر ادعوا أنهم عملوا التحاليل لأحشاء سوشانت ولم يجدوا أي تسمم في أحشائه، ولكن فريق الطب الشرعي سوف يتم إعادة التحاليل مرة ثانية. عفوا، نتمنى عدم اللعب بأحشاء سوشانت وأن تكون حقا الأحشاء لسوشانت سينغ راجبوت. كما أن ريا قدمت العديد من الأسماء من نجوم بوليود لفريق مكافحة المخدرات بعد ذكر العديد من الأسماء في بوليود في قضية سوشانت، والسي بي آي سيتحقق في جميع الزوايا بما في ذلك بوليود بشأن الموت الغامض لسوشانت سينغ راجبوت. وتم إحضار أيضا الكثير من الأجهزة الإلكترونية وقرص صلب من منزل ريا للمكتب الوطني لمكافحة المخدرات، وأتمنى أن لا يتم مسح المحتوى داخل الأجهزة الإلكترونية والقرص الصلب. كما أن العديد من نجمات بوليود قاموا بدعم ريا شاكرابورتي، فالبعض منهم أطلقوا هاشتاغ باسم العدالة لريا، والبعض منهم يقولون أن الإعلام يعامل ريا كمتهمة والشرطة تعاملها كشاهدة، وحتى إذا كانت متهمة فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته. وآخرون يقولون: لا أرى في ريا غير أنها أحبت سوشانت جدا وحاولت بكل ما في وسعها لمساعدته ليكون أفضل مما كان. أنا رأيي الشخصي أنا أريد حقا أن أعرف ماذا فعلت ريا لمساعدة سوشانت سينغ راجبوت؟ على أن يكون أفضل، ماذا فعلت؟ هل إعطاؤه أدوية مخدرة تعتبر مساعدة؟ وهل أصبح حقا أفضل؟ إذا لماذا رحل؟ إذا حقا قامت بمساعدته، أين 15 مليون الذي انسحبوا من أموال سوشانت؟ أين ذهبوا؟ ماذا فعل بهم في 6 أشهر؟ أو حتى عام؟ لقد تم إثبات أن ريا وعائلتها تجار مخدرات،
فلماذا يدافعون عنها؟ أنا أعتقد أنهم يتعاطون أو تجار مخدرات مثلها، فالطيور على أشكالها تقع، أو أنهم مدعومين من مافيا بوليود، وما هيش بهات طلب منهم دعم ريا حتى يحصلون على الأفلام. ما رأيكم أعزائي في دعم بعض النجمات في بوليود لريا تشاكرابورتي؟ في الحقيقة قائمة التناقضات بمقابلة ريا تشاكرابورتي، حيث قالت أن سوشانت لم يقابل والده لمدة 5 سنوات، والحقيقة واضحة من الصور العائلية أنهم كانا يلتقيان، وقالت أنها رأت جثة سوشانت فقط عندما كانوا ينقلونه في النقالة، والحقيقة هناك فيديو يوضح خروجها من مستشفى التشريح، وقالت أنها لم تتعاطى المخدرات فقط، والحقيقة محادثاتها المسربة تثبت بوضوح أنها كانت تتعاطى المخدرات، وقالت أن والد سوشانت ترك والدته عندما كان سوشانت صغيرا، وهذا سبب حقدها على والده. والحقيقة أن هذا الكلام لم يحدث، والإثباتات عليه كثيرة من العائلة والأصدقاء، وقالت أن لديه فوبيا من المرتفعات. والحقيقة سوشانت طيار وعالم فلك ورائد فضاء، والخوف لا يجتمع مع هذه المهن، وقالت أنها تحدثت إلى الشرطي تريموخ من أجل إخباره عن التهديدات التي تتلقاها للاعتداء عليها. والحقيقة الشرطي لم ينكر أنها كلمته، ولكنها تحدثت معه من أجل موضوع آخر مختلف تماما، وقالت أن سوشانت هو من طلب من مديرة أعماله بعض المخدرات. والحقيقة أن الرسائل تم إرسالها من موبايلها الشخصي، وهذا واضح جدا بالتسريبات. وقالت أن أنكيت تأكدت تواصلها مع سوشانت حتى بعد انفصالهما. والحقيقة أن أنكيت قالت أنها لم تتحدث معه ولا حتى مرة واحدة بعد الانفصال، وقالت أنه لم يخرج من غرفته لمدة 3 أيام عند سفرهم إلى باريس. والحقيقة هناك صور له منتشرة على الإنترنت في كل أنحاء باريس. وقالت أن سوشانت كان يعاني من الاكتئاب منذ سنة 2013. والحقيقة أن أنكيتا والدكاترة نفوا ذلك تماما، وقالت كنت أحبه كثيرا وأردت طفلا منه. والحقيقة في شهر ماي 2020 أنكرت علاقتها به من الأساس، وقالت أنها لم تكن متأكدة أن انفصالها عنه مؤقت أم دائم. والحقيقة أن محادثتها مع ماهيش بهات كانت توضح أن انفصالها عنه دائم بل بمثابة انتصار، وقالت أنها اتصلت بالمعالج وسافرت هي وسوشانت إليه من أجل العلاج، وذهبوا إليه ليوم واحد فقط. والحقيقة التي يعرفها الجميع أنها مكثت عفوا معه شهر كامل عند المعالج. قالت لم أطرد أحدا من مساعدين سوشانت، والحقيقة أن جميع من تم استجوابهم قالوا أنهم طردوا بواسطتها. وقالت أيضا أنها أصيبت بالاكتئاب بعد تركها لمنزل سوشانت ينكرجبوت بتاريخ 8 يونيو. والحقيقة إذا ألقينا نظرة على انستغرامها لرأينا أنها كانت متفاعلة جدا، وحتى أنها نشرت صورة بيوم وفاة سوشانت بتاريخ 18 يونيو. كما أن معجبين النجم الراحل سوشانت ينكرجبوت اتفقوا معا للقيام بحملة لتحقيق الحلم 11 في قائمة أحلام سوشانت التي تم تدوينها بخط يده، والحلم هو غرس 1000 شجرة. وستبدأ الحملة يوم 13 شتنبر 2020 من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 7 مساء، وسيدعم الحملة من كل قلبهم شويتا سينغ أخت النجم الراحل وحبيبته السابقة النجمة أنيكيتا لوخاندي، وأيضا الكثير من وسائل الإعلام الهندية. إن شاء الله يحققون كل أحلامه وتظهر الحقيقة عن قريب، عدالة رب السماوات ليست بعيدة. وتم نشر تغريدة لأحد معجبين سوشانت سينغ راجبوت
وكتب بأن التيشورت الذي ظهر به شويك تشاكرابورتي أخو ريا في هذه الأيام هو نفس التيشورت الذي كان يلبسه سوشانت عفوان. وكتب أيضا لقد سرق ملابسه أيضا، لا أستطيع التخيل مستوى جشعهم. وإلى هنا أعزائي المتتبعين نصل إلى نهاية الفيديو، لا تنسوا دعمكم لي بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم كل ما هو جديد وترك تعليق ولايك. ومع السلامة، وموعدنا يتجدد في فيديو جديد إن شاء الله.